تأملنا بنعمة المسيح في هذا النداء الذي أرسله لنا المسيح بواسطة ملاكه. أنا يسوع أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس، بيتكلم عن كل سفر الرؤيا. أنا أصل ذرية داود كوكب الصبح المنير، والروح والعروس يقولان تعالى، ومن يسمع فليقل تعالى، ومن يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. ولتركيز تأملاتنا نحن نأخذ يعني أكثر من تأمل في هذا الأصحاح، لكن العنوان بتاع تأملنا لتركيز التأمل هناخذ جزء من هذا النداء، هذا الجزء، ومن يعطش فليأتي، ويستكمل في الجزء اللي بعديه، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. في حادثة طريفة جدا جرت في السامرة حينما وصل الرب إلى بئر صخار، وهناك جلس عند البئر. والترتيب الإلهي مفيش حاجة عملها المسيح إلا كانت بقيادة إلهية، فهو يتحرك في ملء الروح القدس. الترتيب الإلهي، لماذا ذهب المسيح إلى بئر صخار وفي ذلك الوقت؟ لكي يتقابل مع امرأة. هذه الامرأة امرأة خاطئة، إن كان الكتاب اللي يقول عنها خاطئة، لكن سيرتها نعرف أنها خاطئة. هذه المرأة لا يصرح لنا الكتاب حتى عن اسمها، فهي مشهورة بالسامرية. جاءت إلى البئر لتستقي ماء، وفوجئنا أن شخص المسيح يقول لها أعطيني لأشرب، هو اللي بدأ الحديث. هي تعجبت جدا، التعجب بتاعها نتج من إيه؟ نتج أن هو يهودي وهي امرأة سامرية. ازاي تقول لي اعطيني لاشرب؟ وايه اللي غلط في كده؟ مش ممكن، مستحيل، في راجل يهودي يطلب من امرأة سامرية لان هو محتاج؟ يعني ايه؟ مستحيل. اي راجل يهودي يستحيل يعملها. فإحنا نقول لهم أنت لو عرفتي إيه الموضوع، إيه الموضوع؟ نقول لها ده خالق كل الأنهار، اللي بيكلمك هذا هو خالق كل الأنهار، المية دي هو اللي خلقها بتاعت بئر يعقوب. ونفتكر إن إحنا أجابنا إجابة قوية، لكن لما نقرأ الكتاب المقدس نلاقي ان الاجابه دي هزيله جدا خالص. يعني ايه خلق كل النهار؟ يعني المسيح نفسه في كلامه مع السامريه رفض هذه الاجابه اللي احنا كنا هنقولها. يعني رفضها ازاي؟ قال لها من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا، ولكن من يشرب من الماء الذي اعطيه انا فلن يعطش إلى الأبد.
يبقى إذا مش حكاية الأنهار بقى اللي أنت خلقتها، أنت عندك مية تاني. عنده مية تاني. فين المية التانية دي؟ يا سيد لا دلو لك، والبئر عميقة، من أين لك الماء الحي؟ لأنه عرف الماء اللي عنده، قال لو عرفتي من هو الذي يطلب منك لطلبتي أنت منه فأعطاك ماء حي. تجيب ماء حي من فين؟ ماء حي بالنسبة له هنا، بالنسبة للسامرية يعني، يعني ماء شرب، يعني ماء شرب، لأن في ماء مالحة وفي ماء وسخة. فالماء الحي يعني ماء تنفع للشرب، الماء الحي. فجاء وقال لها انه الماء الذي اعطيه انا من يشرب منه لا يعطش ابدا. ده ايه الاختراع الجديد ده؟ اعطيني يا سيد هذا الماء حتى لا اتي لهنا، ده انت هتريحني من المشوار. كل اللي في بالها برضو ايه؟ مشاوير. يا ده اختراع جميل جدا، مية اخدها منك والمية دي انا ما اجيش هنا تاني الدقان. ايه ده؟ طب فين؟ ما هات اداها، كلمها عن شخصه، خلصت السامرية. ايه المية اللي كان بيتكلم عنها المسيح دي؟ يكشفها لنا في سفر الرؤيا اصحاح 22 يقول ايه؟ وراه يوحنا يقول كده: وأراني نهرا صافيا، عدد واحد، من ماء حياة لامعا كبلور. ماء دي ما شفناهاش خالص في الأرض، مش موجودة، ما فيش ولا نهر في الدنيا عنده الماء دي. الماء دي طالعة من فين؟ طالعة من عرش الله والخروف. طب وانت قلت الله والخروف هنا علشان بس تورينا انه المسيح هو الله؟ طبعا معروفة المسيح هو الله، لكن مش عشان كده بس. ماء الحياة بالذات ما ينفعش ينسب لله فقط، لازم ينسب لله وللخروف. ليه؟ المسيح أعلنها لنا في العهد الجديد، قال كما أن الآب له حياة في ذاته هكذا أعطى الابن. الابن أخذ نفسه، أخذ صورة عبد، ومع ذلك لم يخلي نفسه من أن تكون له حياة في ذاته. كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أن تكون له حياة في ذاته، بحيث أن المسيح حينما يأمر الميت أن يقوم يقوم. حينما قال لشاب قم قام، تكلم مع لعازر قام خرج، لعازر هلم خارجا، خرج الميت. هذه قوة في ذات المسيح، وهو في تجسده لم يخلي نفسه منها. عشان كده بيقول لها لو علمتي من هو الذي يطلب منك هتعرف ازاي هي، لطلبتي انت منه فأعطاك ماء حيا. مين فينا مش عايز المية دي؟ تبقى مسكين لو انت مش عايزها، تبقى مسكين. ده موضوعنا النهاردة. قال ايه المسيح بعد ما فسر لنا الحكاية دي؟ قال ومن يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. رؤية يوحنا اللاهوتي صحيح 22 بعد 17.
أنت عطشان ولا مش عطشان؟ ده السؤال المهم. مين العطشان؟ العطشان هو العطشان، يعني اللي بقاله مدة ما شربش مية، عشان كده هو عطشان. لكن لو واحد شارب إزازة مية كبيرة يبقى عطشان؟ ده بيوصل أحيانا الإنسان لحالة إنه مش قادر يبص المية يشرب، مش قادر يشوفها. لو الإنسان بقاله مدة ما شربش مية يبقى هيتجنن على المية، هيتجنن على المية. العطش ملوش علاج إلا الشرب، إلا الشرب. ده بيوصف حالك وحالي. هل أنا عطشان ولا ريان؟ ريان. المشغول في الدنيا اللي كل يوم غرقان فيها وكل يوم متنعم بيها وكل يوم متمتع بيها وكل يوم داخل فيها لا يشعر بالعطش خالص لكلمة الله. السامرية اللي خلاها تطلب الماء الحي إن كانت متحيرة في حكاية الصلاة، ليه؟ عايزة ترضي ربنا، مش عارفة. آباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون في أورشليم نسجد فين؟ وربنا أخذ مجرد هذا الطلب البسيط اللي بيعبر عن تحير، عايزة أسجد، عايزة أتعلم السجود، عايز أرضي الرب، لأن حياتها تعبانة جدا، حياتها في شر، لكن عايز ترضي ربنا. في ناس في شر لكن الضمير جوه بيشتغل، دول ليهم ري، بس تعالى اطلب. لو علمت من هو الذي يقول لك اعطيني لاشرب لطلبت انت منه. من يعطش ومن يعطش فلياتي، يجي. اول حاجه الشعور بالعطش. واحد تاني غير السامري ما شعرش بالعطش خالص خالص، قال ايه؟ اصوم مرتين في الاسبوع. ما حصلش حد يصوم مرتين، بصوم انا مرتين وعشر كل ما اقتنيه. انت عايز حاجه من ربنا؟ ايوه. عايز يقول لي انت برافو عليك مش احسن منك؟ لم ياخذ شيء دون ذاك، دون ذاك. العشار خد، ده ما خدش. العشار خاطي، بس خاطي عايز ربنا، بيدور على ربنا، اخد. لكن ده مش خاطي، ده بر كبير. يعطش ازاي ده؟ يعطش ازاي؟ امال المسيح صلبوه ليه؟ ليه صلبوا المسيح؟ عمل ثورة ضد الرومان؟ ابدا، ولا قال حاجة ضد الرومان خالص. عمل شر في حد؟ ولا يقدر يعمل شر، ما فيهوش شر خالص. عمل خير واقام موتى وشفى مرضى، كل خير عمله، اشبع جياع، كل خير عمله. طب صلبوه ليه؟ صلبوه لانه كان بينادي ان الخلاص انك تعترف انك خاطي، تعترف انك تحتاج الى مخلص. مش الخلاص انك انت تدي قرشين بقيت مخلص، لا. انك تروح ليك بقيت مخلص، لا. انك تعمل عمل معين تبقى مخلص، لا. ان لم تتوبوا
فجميعكم كذلك تهلكون. كل مره كانوا كده، ان لم تتوبوا، ان لم تتوبوا، لازم التوبه، لازم التوبه. احيانا نسمع عظات غريبه، ما مش عارف بيجيبوا الكلام ده من فين، يقول لك النعمه تقدم مش لازم للتائبين. ازاي؟ امال مين اللي قال ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون؟ هذا صاحب النعمه نفسه، مش هيديها الا للي تايب، الا اللي جاي يقول له ارحمني. لكن واحد جاي يقول له انا بصوم وانا بشتري ذبائح في الكنيسه وانا بقدم، خليك براحتك، هتتحاسب على اعمالك، مش محتاج لدم المسيح، مش محتاج لخلاص. ان لم تتوبوا، من يعطش ومن يعطش، واحد عطشان تعبان تعبان قرفان في حياتي مش عارف اخلص، بس انت المطلوب، تعالى تعالى اخلص، تعالى، يوجد مخلص يخلصك. ومن يعطش فلياتي، تعالى تعالى. هيسألك زي ما كان بيسأل المسيح الناس، انت عايز ايه؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد ان اعمل بك؟ قال له ان ابرأ. ليكن، برئ الرجل، برئ الرجل. اي حد يأتي للرب اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأ يفتح لكم. لكن واحد مش جاي لربنا لانه مش عطشان، مش هتاخد حاجة، مش هتاخد حاجة. ومن يعطش فليأتي، تعالى خد. اللي قال الكلام ده مش شخص عادي، المسيح الصادق الأمين. ومن يعطش فليأتي. هياخد ايه بقى؟ هياخد ايه؟ هياخد مية. المية دي اسمها ايه؟ ماء حياة. ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. طب انا لما اشرب المية دي احس بايه؟ ده انت هتحس بحاجات. احس بايه؟ تحس انك قمت من الموت، قمت من الموت. ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. تعالى يا رجل انت، نعمل معاك تحيه يا واد يا صغير، انت اللي خدت نص نصيب ابوك وسافرت وبزرت مالك بعيش المسرف، انت شاعر بايه دلوقتي؟ يقول لك شاعر بايه؟ ده ما فيش نسبه، ده انا كنت اهلك جوعا. شوفوا الهلاك ازاي، اهلك جوعا، دلوقتي صدقني مش عارف اخلص الطور ده ازاي، ده في طور معلوف اكله كيف، ده اكله كيف، ده انا عايز شهر عشان اكل فيه، وجزمه في رجلي، ختم في ايدي، حله اولى، ايه ده؟ عدت الى نفسي، رجعت البابا، رجعت البابا. ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. دفع فيها كامل، ودى الحكاية دي ولا حاجة، الآب اللي دفع، لكن خد، خد ماء حياة، حي حي. كنت ميتا فعشت، كنا قبلا أموات بالذنوب والخطايا، أحيانا مع المسيح حصل حياة، حياة. شرب من مية الحياة، مية الحياة بقى هتعمل فيك حاجات كتير قوي. وسع قلبك كده، ايه؟ انا وسع قلبي معاك، نحاول نفهمها مع بعض.
أول حاجة أديك حياة تبقى حي. تاني حاجة تديك حاجة اسمها قلب نقي. طب والقلب اللي فيك ده إيه؟ مكتوب عنه إيه؟ فاكرين إرميا قال عنه إيه؟ أخدع من كل شيء وهو نجيس. نجيس. يا سلام على المحادثات السياسية أو جلسة من جلسات أي جلسات كده، واسمع المناقشة ولو كان ربنا يفتح ودانك وقلبك حاول تفهمها، تحس بنجاسة كل الأفكار. ليه؟ ده القلب، قلب نجيس. هو بيتكلم يمين وقصده شمال، وبيتكلم شمال وقصده يمين. ليه؟ القلب كده، القلب كده. أول حاجة تاخدها الحياة، تاني حاجة قلب نقي، قلب نقي. قلب تاني خالص يتكلم عنه بولس الرسول، يقول خلع جسم خطايا البشرية، يتخلع من جواك حب الشر، يتخلع من جواك. لا تقدر أن تنطق كلمة ردية على أحد، الرب يتصرف، باركوا ولا تلعنوا. تفهم كلام المسيح، تعيش حياة المسيح. ماء الحياة يعمل فيك كده. ماء الحياة كمان يعمل فينا حاجة جميلة قوي طريفة جدا، هخليها في نفسي عشان ما حدش يتضايق. تخليني أنا لا فرس ولا بغل. يقول كده أعلمك أرشدك الطريق اللي تسلكها فلا تكونوا كفرس أو بغل بلا فهم. إيه الفرس والبغل دول؟ الفرس الشخص المتحجل يجري، قال أنا عملت كده ليه؟ غلط. البغل المتأخر بحيث تفوت الفرصة، اتأخرت ليه؟ غلط. طب ازاي اتظبط؟ ازاي قياسي للأمور يتظبط؟ إدراكي لما أسمعه أو لما أراه أو لما أعيشه يتفاعل تفاعل إلهي في قلبي فأفهم، زي ما قال الكتاب طوبى للفاهمين يضيئون كالجلد. واحد فاهم، فاهم الأمور إزاي؟ من ماء الحياة. لما أعيش وحيا مع الرب وأشرب منه وأتلذذ بيه وبكلمة وبالعشرة معاه أبقى فاهم. لا عندي شكوك زيادة في الناس ولا عندي سذاجة كثيرة مع الناس. لا تكن برا كثيرا ولا حكيما بزيادة، تبقى متظبط، تعرف بالظبط الكلمة دي شر، الراجل ده قصد شر مع انه مش باين عليه شر لكن قصد شر. الأخت دي صادقة، الأخت دي كذابة مع أنه يبين عليها صادقة. أنت بتعرف إزاي؟ عشرتك مع الرب صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر. آخر حاجة ناخدها ونختم اللي هو قال هنا المسيح، قال إن اللي هيشرب من ماء الحياة هيكون نصيبه كبير في شجرة الحياة، أي هيكون مكانك عظيم في الأبدية، لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة. وللأسف اللي
يخلص بس، لكن ما يعاشرش الرب دايما. للأسف في تحذير هنا، يقول لك ده ممكن يتحذف نصيبه من سفر الحياة أو من شجرة الحياة. يعني هيبقى نصيبك في الشجرة قليل، يقل، كان مفروض يبقى كبير لكن ما خدتوش كله. ليه؟ لأنك لم تكن أمينا في علاقتك بالرب. هناك في الأبدية نجم يمتاز عن نجم في المجد. مش عايز تكون قامتك عالية في أورشليم السماوية؟ أعتقد كلنا هنعوز كده، وما عوزناش كده لما مش فاهمين. أي شخص فاهم نفسه يكون مرضي للرب في حياته إلى أعلى درجة. لذلك عيش مع الرب، خليك مع الله، قل له قلبا نقيا أخلق فيا الله، يا رب اديني العين البسيطة وشيل مني العين الشريرة، اديني القلب النقي، اخلع مني جسم خطايا البشرية، وللهنا كل المجد الأبد. تعالى يا يسوع إلى